ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان وتاري أمر من ببشتواني خوي قولهم هلبان بنا منشاني اتباع واجبة وابتداع حرامة. ام باس انا باس زور غرينغن بيويست مسلمانان زور اغداري بن بو اوي براستي متبعي پیغمبر بن صلى الله عليه وسلم دور بن لداهن راو بيدعام بيويست لسر همو مسلمانيك شون كوتوي حق بيت بو بلقب قريت كاركاني عبادتكاني موافق بن يكسام من لقى سنة پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دبي مسلمان خواه پرستي بكا لسر بصيرة وعلم شاوروشن بلا سر بلغة إجبكات بيويست مسلمان دور بلا بدعة وداهن راو لبرو بدعة بيتشواني اتباع ابتداع بيتشواني اتباع أهلي سنة وجماعة أهلي اتباعا وأهلي بدع أهلي ابتداعا بويدا بي أم جاوازي بكي لقل أهلي السنة يابي دور بلا أهلي بدع وأهلي أهواء اتباع. وكو إمام أحمد رحمه الله خويل بده فرميه هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. اتباع ويا إنسان مسلمان دواي بيغمري خواه بكوي محمد صلى الله عليه وسلم دواي فرمو دكاني بكوي ودواي أو آثارنا بكوي كلا صحابك وهاتون سوكي أوان قتابي بيغمر بونا صلى الله عليه وسلم باشان تابعوا أتباعي تابعين كوا لسر علم بونا. إمام ابن عبد البر رحمه الله إخواني بده فرمية الاتباع ما ثبت عليه الحجة. اتباع أويا كحجة لثابت بيت بلغي لسر بيت، وهو اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله. اتباع أويا شن أو فرمو دبكوي أو منهج بكوي كبالقدر لسر بقى دليل فرموي كامل راستا أو الراستا دليل قرآن السنة. قرآنك إخوة فرمود كان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وهي صحيح ثابت أمان حجا إرشادي تشيان كردي بدواي أوبكوا أفرمي بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم مثلي أعلاي ونموني زور برزل إنسان كان كخلق شوين بكويت كوابو اتباع واتا إيش كردن بحجة شون كوتيني حجة كهداية إخوائي رب العالمين. هركس متبعنا بالعبادة دين داركي مبتدعة يا أهلي أهواء وأهلي باطلة خوا كاركاني لي قبولنا كات رجاي هدايتي رجايك او رجايك وابر اخوا ادبا وبخوات اجينيك رجايك او شهادتي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم دزقتن بالربازكي واخوا دفرمي وان تطيعوه تهتدوا اجر اي واطاعي او بيغمر بك صلى الله عليه وسلم فرما اشتكاني ورقرن هدايتا ورقرتوا ودفرمي فماذا بعد الحق الا الضلال لدواي حق راستي هيشترني الا قمراي نبي وتر رجاي الراس يا رجايك رجاي اتباع يا رجايك او رجايك رسول خاص صلى الله عليه وسلم بيشن جيبو بان جوازي بكرت خوي جل جلاله فرماني كرو بهم مسلمانك بلكو فرماني كرو بهم كسيك كشون كدو شريعتك اي بيت شون كوتو دينك اي بيت شون كوتو او ما مستاب رزبك محمد صلى الله عليه وسلم دين داركان لسر سنة به لسر اتباع به
دور به لهوا لرأي لبوچوني املا ولا خوي قرده فرمى ببيغمبر من صلى الله عليه وسلم لسوره دي احزاب آيتي يكبدو دفرمي يا أيها النبي اتق الله أي بيغمبر إخوة بردوان بلا سر تقوى بردوان بلا سر تقوى ولا تضع الكافرين والمنافقين بجوي بباوركان ودروكان مكة داوى اللي دكان بجوي أوان مكة إن الله كان عليما حكيما خوا خوا يجزانا وكاربجية أو يبوتو يدانا وهر أو حقا واتبع ما يوحى إليك من ربك شن أأو بك كلنا خواب بوديت نجاي خدا وحي خدا تشيد بوهات كقرآن والسنة ودينه شن أأو بكوا إن الله كان بما تعملون خبيرا خوا عالم الزنايا بوانك إيه وديكن أقدر هم كاركانت أنا كوابو لسر حق بن لسر وحي بن بو دنيا أم لولا رجيف خبر مدن ولا سورة جاثية دفرميت ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها تمان دانا ولسر دينك لسر منهجك والربازك حق شوني بكوا خواي جل جلاله ببيغمبر من وابريه صلى الله عليه وسلم كوحي بودي ورسولي خوايا فالمدكاني الشرع وحيا أبي بإيم الشبريت أبي إيم الزور زور متمسك بين مستقيم لسأور رقا راستا دفرميت تمان دانا لسر شريعتك ومنهجك حق شوني بكوا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شون هواو آرزوي طلبوا داوكاري أوانيك ومنك الجاهلي جنازانا مسلمانا أقدر شريعة إخوابن أقدر دين إخوائي قوربن هتا إسر لسر الرقائي غلط بيتا لسر تشوتي ونفامي بيتا لسر أهواء بيدعى بيتا وازي لبينا شون حق بكوا خود بوكس مسوتينا خود بوكس دامر زينا خود مك قرباني كس ضلط بخود بسوتية لسر حق بوي خوار زيارة أكا لسر باطل وأملا ولا بوي لدواي مردن بشيمانيت شون كوتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم متابعي بي سببك زور قولك أخواه خوشي بي ولا قلناها كان ببريد وقل سورة آل عمران آياته السيوك دفرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بيغمبري أقر إيوة خواتان خوش دوي شل من بكون أو كبري من خوام خوش دوي دمي بقم بلقاء إخواه براستي باب راسي شون بيغمبر بكوي صلى الله عليه وسلم زوجي خوش ويستي خواه ليو بدأ زيد يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أكر إيه وشون بيغمر كوتن صلى الله عليه وسلم متابعون لا تشوتوا تشاريو لا رو لوريدوا الكوتن هو خوا إيه خوش دوي لا قلنا كانش تندبوري خوا خواي كي ببزيو لبردية ودفرميت لسورة أنعام آية 153 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه رجع راستك إخوا كخوا وصيتي بتانكر بيجر نبر أو رجع راستيا كالسرين دارين اهدنا الصراط المستقيم بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بيشن جيبو شون أوب كون ولا تتبع السبل شون ريش ككان مكون وتري بدع ري أهواء ري باطل ري جروب باطل ري فرق ضال مكون إيوا أو رجاني كرجاي محمد صلى الله عليه وسلم رجاي هداية وحقنية شوني مكون شوكي شوني كوتن دورتان دخاته وبزرتان دخال رجا راسك إخواه سر لشواء وقمرها دبن دس بدينك إخوة بقرن في دنا زورة باب السلامة دي بقرن إخوة عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أو وصيت إخوة أبو إيواء شنب رحمة إخوة عز وجل توي هنا دنيا واختبار الدكاة تعقيد دكاة بوي وحدانيتي بالقرار بكيت لقل أوشه دفرمي وهديناه النجدين هرد الرقام النشان داو إنسان كان أما حق راستية أي عبد أما بلغكاني أمش باطلة بلغكاني خود سر بشكي وآزادي هردو يمبيت قد اختبار دكم دبي إنسان أون دنزان به اتباع وازلي بيني شون ابتداع بكوية رقاي محمد صلى الله عليه وسلم رقاي خوشي وسرفرازي والسعادة دي دنيا وآخرة توبري دي شون رقاي تربكوي وإنسان براستي لو مل خوي بكات لو مل دين إخوانكات إنسان هاي بو دنيا زور زيركا بلان بو دينك إلي سرمان لشيواوا نازاني چي بكين سر لنا شويت اگر دنيا تحقي تينما دنيا كاول بوا قرآن والسنة ما هو أو زاناني كوا هلقري قرآن والسنة براستي إمامو بيشان قلنا همو سردمي أمينيت كمو زور ببرسو بقري عوداري حقبة حقت بو دركويت بيغمال إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم وكو أبي موسى أشعري وان دجرتوا إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم وزرا أم قرآن ككتاب إخوايا أجر تنبؤ أنسيو وزر تنبؤ أنسيت
واتا سببك به.